الاشكال اللي كاين في هذا الملف هو انه تعرض نفاجأ بعرض بعض ما يسمى بوسائل الإثبات، عندما يتم عرضها نجد أنها لا تشكل أو لا تتضمن أي معطى يمكن أن نقول أنه على الأقل يلامس أو يمكن أن نقول أنه يقرب أو يثبت أو يعزز على الأقل جدية المتابعة. لأن شنو هي؟ تعرضت مظاهرة فيها ناس كيحتجوا بأسلوب حضاري، فينا هذه وسائل الى سواء الا بغينا نعتبروا مظاهرات وسائل اثبات، القاء يعني الخطابات في المسيرات الاحتجاجيه جريمه، رفع بعض يعني الاعلام اللي هي كترتبط بالهويه او تترتبط بانتماء معين جريمه، عدم رفع العلم الوطني جريمه، هذه امور لا يجرمها القانون المغربي، لان المشكل كتلقى المتابعه في واد ووسائل الاثبات في واد، وهذه هاد النقاط تبدل يعني الجميع من يتابع اطوار هذه المحاكمه تتضح له، واصبح يعني الكل واع بان ليس هناك اي وسائل اثبات في الملف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.